سبب وتفاصيل وفاة عبد الحق الخيام المدير العام لمكتب الأبحاث القضائية بالمغرب، وإليكم التفاصيل. أعلنت وسائل إعلام مغربية صباح اليوم الثلاثاء بوفاة عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وأفادت مصادر صحفية بأن الراحل تعرض لأزمة صحية بعد معاناته مع المرض وتوفي عن عمر يناهز 64 عاما. ونعال كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم الجنازة دور الثلاثاء بحضور مسؤولين أمنيين وعدد من الشخصيات البارزة. وعبد الحق خيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب ما بين عام 2015 إلى 2020 يحمل الجنسية المغربية، واستطاع الحصول على عدد من المناصب الإدارية الهامة منذ بداية حياته المهنية، وقد تخرج من المعهد الملكي للشرطة واستمر في تقديم خدماته حتى تمت ترقيته. وهو من مواليد الدار البيضاء بالمغرب، عانى من المرض لسنوات طويلة وقد تأثر فيه التعب بشكل كبير، وبحسب مصادر مختلفة فهو يعاني من مرض يتعلق بالدم، فقد كان قبل فترة وجيزة بحاجة إلى نقل دم وقدم الكثير من المتبرعين له بالدم. الله يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وزوايه بالصبر والسلوان.